جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو عمر من جمهورية مصر العربية ومقيم في جدة بعث بسؤال يقول: قد اضطررت إلى اقتراض مبلغ من المال لحاجتي الشديدة إلى ذلك، واتفقت مع صاحب المال على أن أقوم بالسداد على أقساط، ولكنه اشترط علي قبل أن يعطيني المال أن أدفع فائدة على هذا المال عند السداد، وأنا عندما أخذته منه كانت نيتي أن أرد له أصل القرض فقط ولا أدفع له الفائدة حتى لا أقع في الربا، فهل هذا جائز أم بذلك أكون قد أخللت بالاتفاق معه؟ أفيدوني ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. القرض بالفائدة ربا صريح، قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع أهل العلم على ذلك. فهذا القرض الذي ذكرته أنه اشترط عليك أن ترد عليه زيادة عند الوفاء هذا ربا صريح، وهذا الشرط باطل، ولا يجوز له أن يأخذ إلا رأس ماله فقط، ولا يجوز لك أن تدفع له الزيادة لأنها ربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فعليك أن تنصحه وأن تخوفه بالله، تخبره أن هذا ربا وأن هذا الشرط باطل. قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط وهذا شرط ليس في كتاب الله. عليك أن تعظه وأن تذكره، فإن امتثل الحمد لله، وإلا فإنه ليس له إلا رأس ماله الذي دفعه إليك، فعليك أن تخاصمه إلى المحكمة الشرعية.